Preview. سلام لكل القديسين في المسيح يسوع. النهارده احب اكلمكم على التطور التاريخي لطقس الزيجه، ازاي بدا مدني وتطور الى انه بقى كنسي. التطور ده مر بست مراحل كبيره. اول مرحله كان مفيش فيها اي ذكر لطقس كنسي مسيحي للجواز او تدخل لاي رجال الدين في الجواز. لو رجعنا في العهد القديم، الزواج كله كان مدني، ما كانش فيه اي ذكر في العهد القديم لاي حد سواء كاهن او نبي ان هو بيقيم مراسم زواج ما بين اي شخصين في اليهودية. واكبر مثال على كده لو رجعنا اصحاح الرابع من سفر رعوس، بوعز حب يتجوز رعوس، ما راحش يتكلم مع رجال دين ولا انبياء ولا اي تدخل من رجال الدين في الموضوع، راح كلم عيلتها وتم الزواج بموافقة العائلات. الموضوع نفسه استمر في العهد الجديد لما جه الرب يسوع حضر عرس قانا الجليل، ما قامش هو نفسه وجوز العروسين مع بعض، كان كل دوره ان هو حول لهم المية الخمر، لكن ما كانش فيه اي ذكر لان يسوع راح بارك العروسين او راح عمل طقوس معينة عشان يوحدهم مع بعض. ده على نقيض تماما من يسوع لما اسس بنفسه العشاء الرباني، قعد مع التلاميذ وكسر خبز وعطاهم الكأس، لكن في الجواز عمره ما ذكر في العهد الجديد اي ذكر لاي تأسيس لاي ممارسة كنسية خاصة بالجواز. لما يسوع قال في العهد الجديد ما جمعه الرب الاله لا يفرقه انسان، ما كانش يقصد ساعتها ما جمعه القسيس او ما جمعه الاسقف، حرفيا كان يقصد ما جمعه الرب الاله. طب الكلام ده معناه ايه؟ يسوع بيستشهد فيه بتكوين، سفر تكوين لما خلق ربنا الادم وحواء كذكر وانثى بحسب طبيعتهم، وقال لهم ان هم يثمروا ويكسروا ويملأوا الارض. ما جمعه رب الاله لا يفرقه انسان، كان يقصد بيها العلاقه الجنسيه المقدسه اللي كانت بين حواء وادم اللي ربنا عطاها ليهم علشان يكسروا ويثمروا ويملأوا الارض. الكلام ده مش من عندي، الكلام ده هو اللي فهمه بولس الرسول في رساله كورنثوس الاولى لما قال ام لستم تعلمون ان من التصق بزانيه هو جسد واحد، لانه يقول يكون الاثنان جسدا واحدا. معنى كده ان بولس كان فاهم ان الاتحاد الجسدي ما بين الرجل والمراه ما كانش اتحاد نتيجه طقس او نتيجه صلاه مقدسه، كان اتحاد نتيجه علاقه جنسيه مقدسه. العلاقه الجنسيه تتنجس نتيجه الالتصاق بزانيه، لانه من التصق بزانيه يكون جسد واحد. ما سمعناش في اسفار العهد الجديد اي ذكر لاي طقس كنسي محدد لا قام به الرسل والتلاميذ بعد صعود المسيح، ولا حتى اي ذكر لاي اسقفة او قصوص او شمامسة قاموا باي مراسيم زواج في العهد الجديد. بولس ذكر في العهد الجديد هذا السر عظيم ولكني اقول من نحو المسيح والكنيسة. يعني ايه الكلام ده؟ بولس ما كانش بيتكلم فيها على سر الزواج ما بين الرجل والمرأة، كان بيتكلم فيها على سر العلاقة الزيجية ما بين المسيح والكنيسة. هذه العلاقة كانت مخفية عن اليهود، مخفية عن الآباء، ولكنها أعلنت في الرب يسوع. الرمز بتاعها أو الأيقونة الصغيرة بتاعتها كانت الجواز ما بين الرجل والمرأة. فالجواز ما بين الرجل والمرأة ما كانش سر كنسي، عشان كده ما سمعناش في كتابات الآباء والمجامع الكنسية الأولى لمدة أول 4 قرون أي مراسيم كنسية واضحة للجواز، وما كانش فيه أي تدخل للأساقفة في عملية الجواز نفسها، لأن الجواز كان بيتم مدني على القانون الروماني. فكان الجواز اليهودي زيه زي الجواز الوثني، زيه زي الجواز المسيحي. الكلام ده بيؤيده أحد المؤرخين جوزيف مارتوس، ذكر أنه في القرون الثلاثة الأولى المسيحية لم يتكلم أباء الكنيسة عن الجواز كثيرا، ولكنهم عندما ذكروه تكلموا عنه كجزء هام من الحياة المسيحية وليس كطقس كنسي. من الأباء القرن الثاني أثناغورس، لما بعت رسالة التماس إلى ماركوس أوريليوس أحد الأباطرة الرومان في القرن الثاني، ماركوس أوريليوس كان بيضطهد المسيحيين، فبعت له أثناغورس رسالة علشان يلتمس فيها منه التعامل مع المسيحيين برحمة. في وسط الرسالة بيقول له إن الزواج المسيحي كان بحسب القوانين الرومانية. حتى في القرون الأولى كل كتب الطقسية المنسوبة للرسل ما ذكرتش ولا مرة أي طقس كنسي في الجواز. الديداخي اللي كتب سنة 100 ميلادية، قوانين هيبوليتس اللي كتبت في أواخر القرن الثالث وأوائل القرن الرابع،
المراسيم الرسولية، كل هذه الكتب لم تذكر أي شيء عن طقس كنسي للجواز. كتبت كل شيء عن الطقوس الكنسية المعمودية، العشاء الرباني، ترتيبات رسامة الأسقفة، ما ذكرتش أي شيء عن طقس للزواج. المراسيم الرسولية كانت بتقول إن الجواز المسيحي جواز قانوني بحسب القانون الروماني، مش جواز كنسي. بدايات المرحلة الثانية بدأ التدخل بطريقة غير رسمية في القرن أوائل القرن الثاني على إيد واحد اسمه أغناطيوس، كان أسقف أنطاكيا. كتب رسائل، منهم رسالة إلى واحد صاحبه أسقف زميله اسمه بوليكارب أو بوليكاربوس. أرسل أغناطيوس نصيحة لبوليكاربوس زميله الأسقف عن الجواز، بيقول له إن الجواز لازم يكون بمشورة الأسقف علشان يكون بموافقة ربنا وليس بموافقة الشهوة. كان رأيه الشخصي وكان يتناسب مع رأيه الشخصي الثاني المتطرف اللي بيقول إن لازم الأسقف يكون في وضع الرب الإله جوه الكنيسة، بديل للرب الإله جوه الكنيسة. لا وجود لهذا الكلام في العهد القديم ولا في العهد الجديد. عمر ما كان في رجل يمثل وجود ربنا في المكان إلا الرب يسوع المسيح وحده. أغناطيوس كان رأيه الشخصي الجواز يكون بمشورة الأسقف، ومع هذا ما ذكرش أي طقس كنسي ولا صلاة خاصة بيقوم بيها الأسقف، مراسيم جواز ولا أي حاجة. في القرن الرابع بعد عصر قسطنطين بدأت أو مد رجال الدين المسيحي في التصاعد، بدأوا ياخدوا وضع اجتماعي أعلى، فبدأ يحصل تدخل أكتر لرجال الدين. ففي القرن الرابع مثلا أسقف ميلان اللي هو أمبروسيوس بيتكلم على أن القسيس بيبارك الجواز، وبيقول في رسالة إلى واحد من أصحابه اللي هو فيليجيوس، بيقول أن عقد الزواج يتم تبريكه بواسطة القس، فكيف يكون هناك ذكر للزواج بدون وحدة إيمان؟ فمن واضح من كلامه أنه ما كانش الهدف منه أن القسيس نفسه هو اللي بيعقد الجواز، ولكن أن الجواز بعد ما يتم مدني يروح القسيس يباركه عشان يؤكد على أن الجواز ده كان بالرجل مسيحي وامرأة مسيحية. مفيش أي دليل واضح على مدى انتشار الممارسة دي برا روما، ولا إن أي شيء عن أن الأسقفة أو القصوص كانوا بيقوموا بأي طقوس للجواز أو هم اللي بيكتبوا عقد الجواز. حد القرن الرابع ما كانش الزواج المسيحي يختلف في الطقوس وفي الممارسات عن الجواز اليهودي أو الجواز الوثني. في المرحلة الثالثة بنمر بتمييز بقى الجواز المسيحي، ان اصبح في حاجة اسمها جواز مسيحي يختلف عن الجواز اليهودي والجواز الوثني. الكلام ده بدأ في القرن الخامس على ايد أغسطينوس، هو اول الواحد حط كلمة ساكرمنت او سر كنسي للجواز. ومع هذا أغسطينوس ما ذكرش اي شيء عن طقس كنسي خاص. أغسطينوس كان ما بيعرفش يتكلم يوناني، اليوناني اللي هو اللغة الأصلية للعهد الجديد، فكان بيقرأ العهد الجديد باللغة أو الترجمة اللاتيني اللي حطها جيروم اللي بيسموها الفولجاتا. كلام بولس في رسالة أفسس اللي هو هذا السر عظيم ولكني أقول من ناحية المسيح والكنيسة، فهمها أغسطينوس على أنه المقصود أنه السر هو نوع من الساكرمنت أو نوع من التكريس. أغسطينوس بيوضح الكلام ده بيقول إيه، الزواج صالح في كل الأمم، يتوقف على الإنجاب وعلى العفة، ولكن فيما يتعلق بشعب الرب الإله اللي هو الشعب المسيحي يعني هناك قدسية بالسر، ولهذا لا يجوز أن تترك المرأة رجلها حتى ولو تركها لتتزوج بآخر طالما الزوج على قيد الحياة. فده كان رأي أغسطينوس في خصوصية الجواز المسيحي، لكنه ما كانش بيتكلم على خصوصية الجواز المسيحي كطقس كنسي. بعد عصر أغسطينوس استمرت الكنيسة بلا طقس كنسي واضح، لكن بدأت الإمبراطورية الرومانية تنهار، لأن روما ساعتها كانت إمبراطوريتين، إمبراطورية شرقية وإمبراطورية غربية. الإمبراطورية الغربية سقطت في أواخر القرن الخامس على إيد قبائل جرمانية من الشمال، والإمبراطورية الشرقية جزء كبير منها سقط تحت إيد العرب في القرن السابع الميلادي لما احتلوا جزء كبير من شمال أفريقيا. القانون الروماني اللي كان على أساسه بيتم الجواز مش متاح للناس اللي تحت الحكم العربي أو الناس اللي موجودين تحت حكم القبائل الشمالية اللي غزت روما الغربية. بدأ يظهر قانون كنسي عشان يحل مكان القانون المدني، فبدأ يظهر طقس كنسي بيحصل أو بيتم إجراءه بعد إجراء الزواج المدني، ولكنه ما كانش ملزم للأشخاص المتزوجين. أول دليل على وجود احتفال طقسي بالجواز المسيحي داخل الكنيسة يرجع إلى القرن التاسع الميلادي.
في رسالة البابا نيكولاوس الأول إلى أهل بلغاريا بيقول لهم إنه مباركة القس مهمة للمتزوجين، بعد ما يعملوا الجواز المدني يعملوا احتفال جوه الكنيسة ويخرج منه العروسين لابسين أكاليل، وده كان بداية ذكر العروسة والعريس يلبسوا أكاليل فوق دماغهم اللي هي بتم ممارستها لحد دلوقتي. في كل ده الكنيسة ما كانش هي اللي بتعمل عقد الجواز، ولكن بس بتحتفل بالجواز كنوع من البركة بعد الجواز المدني. في الشرق كان ليهم تطورهم الخاص، لأنه الجواز في الكنيسة اليونانية بعد سقوط اليونان أو منطقة اليونان تحت الحكم الإسلامي أصبح بالضرورة لازم يكون احتفال كنسي، وإلا ما هيضطروا يتجوزوا على حسب الشريعة الإسلامية. وده يقودنا للمرحلة الخامسة في الكنيسة الكاثوليكية، أصبح مفيش اعتراف بالجواز إلا بعد مباركة الكنيسة. الجواز مدني بس لازم الكنيسة تبارك الجواز، كان اختياري ما كانش إجباري. لحد عصر الإمبراطور لاون السادس عمل قانون وأكد فيه إن زي ما في قانون كنسي للتبني وفي صلاة كنسية للتبني عشان حد يتبنى حد، لازم يكون في صلاة كنسية للجواز ولازم تكون علشان يتم الجواز. ما لغاش الجواز المدني أو العقد المدني، ولكن ضاف عليه إنه بعد الجواز المدني لازم يتم مباركة الجواز في الكنيسة. المرحلة السادسة والأخيرة اللي أصبح فيها الطقس الكنسي في الغرب سر كنسي بمجمع مقدس، الطقس المدني تقريبا اختفى. ده حصل في القرن 16 عن طريق مجمع ترينت الكاثوليكي، اللي هو المجمع اللي اخترع فكرة الأسرار الكنيسة السبعة، ودخل من ضمنها سر الجواز وقال انه لا حل ولا بركة على اي شخص ينكر ان الجواز سر كنسي. فأصبح الجواز سر كنسي من القرن 16. قبل القرن 16 ما كانش فيه ذكر وان فيه سر كنسي ملزم للجواز وان لازم يحصل علشان يتم الجواز. في الشرق قبل الاسلام لم يذكر اي من الاباء اليونانيين الكنيسة الاسكندرية او كنيسة انطاكية اي طقس للجواز في اي من القرون الستة الاولى، يعني قعدوا ست قرون من غير اي طقس للجواز والجواز مدني. لكن الكلام ده بدأ يتغير بعد دخول الإسلام في القرن السابع، ظهرت الزواج على الشريعة الإسلامية، فكان لازم المسيحيين يميزوا نفسهم زي ما قلت، كان لازم يدخلوا الكنيسة في الموضوع. فتدريجيا بدأ يظهر دور رجال الدين المسيحي في الجواز. على الرغم من كده على القرن العاشر الميلادي ساويروس بن المقفع لما كتب كتابه الدر السمير في إيضاح الدين اتكلم فيها عن الممارسات الكنسية الموجودة في عصره، التوبة، أهمية الإفخارستية وأهمية المعمودية وأهمية الصلاة وأهمية الصوم، وما ذكرش فيها أي شيء عن أي طقس كنسي بالجواز في الكنيسة القبطية وقتها. بعد كده بعد القرن العاشر الطقوس القبطية بدأت تتطور وبدأت تاخد من الكنيسة الكاثوليكية والكنائس الغربية في الفترة اللي بدأت فيها الحروب الصليبية، فبدأ الأقباط يتعرفوا على المسيحيين اللي موجودين بره بيعملوا ايه وياخدوا منهم بعض الطقوس. فظهر في القرن الـ14 أول طقس كنسي كامل للجواز في كتاب مصباح الظلمة لإيضاح الخدمة لابن كبر في القرن الـ14. فالخلاصة اللي نحب نوصلها إنه إن إحنا بنتفق مع الكتاب المقدس وبنتفق حتى مع أغسطينوس في إن الجواز المسيحي جواز متميز، اتحاد الرجل بالمرأة نتيجة إن ربنا جمعهم عن طريق علاقة جنسية مقدسة، وإن الجواز نفسه فعل مقدس، لكن ما بنتفقش معاهم في تدخل الكنيسة في الجواز. مراسم عقد الجواز كانت مدنية ما كانش ليها علاقة بالكنيسة، وكانت بتخضع للدولة الرومانية لحد ما الدولة الرومانية انهارت، فبدأت تدريجيا تخضع لسلطة الكنيسة. رعاة الكنيسة ياخدوا دور مش بتاعهم، بدأوا يتحكموا في أمور الجواز والطلاق. لما الرسل بدأوا يعملوا أساقفة وشمامسة في الكنائس عمرهم ما وصفوا من ضمن وظائفهم إن هم يجوزوا المسيحيين، ما كانش ليهم أي دور في أمور الطلاق ولا الجواز ولا التركة، كلها كانت خاضعة للقانون الروماني. يسوع نفسه هو أكبر مثل للكلام ده، لما سألوه عن اتنين إخوات بيتنازعوا على الميراث بتاعهم قال لهم من أقامني عليكم قاضيا أو مقسما؟ أنا مش دوري إن أنا أشتغل لكم قاضي في الأحوال الشخصية ولا الأحوال المدنية، ولا كان دور الكنيسة. الروح القدس اللي موجود في كل واحد منا مش محتاج إلى طقس كنسي علشان يبارك الجواز. أتمنى الكلام ده يكون واضح
ويكون الموضوع ده بنعمة الروح القدس مصدر بركة واستنارة. بصلي ربنا يفتح قلوب الناس وأذهانهم لمجد الآب باسم الإبن، قوة أو عمل الروح القدس، لهم كل المجد من الآن وللأبد. آمين.